بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة أينما كنتم. والأهلي يقلب في صفحات التاريخ الكروي، من يقرأ؟ إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في الحلقة رقم 816 لقاء الخميس من ملك وكتابة، تأتي في توقيت الأهلي يقلب في صفحات كثير من التاريخ يا باشمهندس. أستاذ إبراهيم، ابتدي من أول فبراير أو من آخر يناير. صفحة الدوري العام اتقلبت ليفتح صفحة كأس العالم للأندية، خلصها اتقلبت ليفتح صفحة البطولة الإفريقية، صفحة هتتقلب عشان يرجع للدوري. كل ده في خلال إيه؟ أقل من 17-18 يوم. كويس كده؟ تخللهم ايه بقى؟ سفر من القاهرة إلى طنجة، ومن طنجة إلى تطوان، ومن تطوان إلى طنجة، ومن طنجة إلى الرباط، ومن الرباط إلى طنجة، ومن طنجة إلى القاهرة، ومن القاهرة إلى الخرطوم، ومن الخرطوم إلى أسوان، ومن الخرطوم إلى أسوان. حد يقول لي كم كيلو متر قطعها هؤلاء اللاعبون، وكم مرة فضوا الشنط ووضبوا الشنط وتمرنوا وراحوا جم، والجهاز الفني ينتقل من المحل الى كل دي دراسه. انت شفت بعينك الراجل ما غمضلوش جفن وهو عمال بيدرس وبيقرا وبيتابع وبيراجع كل الصفحات كل صفحه من دول بتقرا عربي، بعدين تقرا لاتيني، وبعدين تقرا انجليزي، وبعدين ترجع للعربي، وبعدين تروح للصعيدي، وبعدين ترجع ل هذا امر يعني لا يقدر عليه الا امثال النادي الاهلي. ويعني باذن الله هم لها باذن الله وبدعوات محبوه وجماهيره، اللي الاهلي ملوش اهم منهم ولا غيرهم، يستطيع الاهلي ان يقرا الكتاب، ان يستوعبه، أن يهضمه، أن ينجح في الامتحان.